فيما يخص مدة 3 سنوات هذا كل خبير يشوف بالمنظار بتاعه، كان اللي يشوف بالمنظار صالحة وكان اللي يشوف غير صالحة، وإحنا نشوف فيها على حسب الأسواق الأوروبية. أسكو 3 سنوات تكون قريبة للثمن الجديدة أم أقل؟ هذا يعرفها السكان الذين يسكنون في الخارج. شفنا الأسعار كيفاش هبطت خاصة في الأسواق الداخلية هنا في الجزائر. احنا المشكلة هنا في الجزائر الناس تمشي بالإعلام، هو سبب الأسواق الإعلام في سعر السيارات التي هبط وانخرج سنة 3 سنوات. الإعلام هو دار ضجة وفي المضاربة ثاني ربي يهدي الناس، كان يستحق بدون زيت يدي 3. احنا ماذا بينا حتى المواطن تكون عنده ثقافة الاستهلاك، يستحق بدون يدي بدون ما يديش 3. ونطلب الناس كل تجتهد في نهوض الوطن الجزائر الجديدة للتنمية. الحمد لله درك علاقات الجزائر دبلوماسية خارجيا، نشكر سيد الرئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الخارجية على العلاقات الحميمة مع الدول، وإن شاء الله نطلب من الله نجاح القمة العربية 100%.